المهم انها فاجت يا عمده، ودلوقتي الجماعه يطلعوا من عندها ويطمنوني، ولو ان العباره باينه. ايه العباره يا حاج؟ الست منيره لقطت يا ابو اسماعيل. عبد الله تعال افسر لي كلام الحاج. ما تاخدش على كلامه يابا، تلات ارباع الكلام اللي بيقوله بيسمعه من الحريم، اصل وعز قعده الحريم جوله. خيبه الله عليك، بتقول ايه يا هلا؟ انت جننت ولا اتخبلت في مخك؟ بضحك معاك يا عم الحاج، فيها ايه دي؟ برضه يا عبد الله مالكش حق، يبقى على راس حماك. لا يفتح الله. الحمد لله الحمد لله، الف الف مبروك يا عمده. مبروك يا عمده مبروك. الست منيره حبله بالويم كده، هي حبله اصلها، ما رضتش ابدا اشوفها. ازاي؟ امال مين اللي حبله؟ ادخل لها واسالها وحاول معاها. انا مرعوبه يا دادا. ما تخافيش يا عيون دادا، الحمل ما يخوفش. مش هيسيبوني، عايزين دي اللي اسمها دايه تكشف عليا. معقوله يا ربي انا عملت في نفسي ايه؟ سيبينا اقفل الباب وراك يا زبيده. حاضر يا سيدي. توح ارجوك بليز سيل تو بلاي، بترجاك بكل لغات الدنيا، تعتقني. اعتقك يعني ايه؟ ولا حبسك؟ لا بس هتسيبني للستات دول يأذوني. ستات مين اللي تأذيكي؟ مفيش واحدة ولا واحد ولا أي مخلوق في الدنيا يقدر يمس شعر من راسك، ولو حاول أقطع رقبته. أنا بقيت في حماك أنت لوحدك يا عمدة. بس لو أعرف أنت خايفة من إيه؟ أنا كنت فاكر إن هدخل عليكي ألاقيكي بترقصي وطايرة من الفرحة. أصلي مش عايزة الست دي اللي بيقولوا عليها داية. بس كده خلاص، أنا هنزل كفر الشيخ ولا المنصورة وأجيب حكيم من هناك. عمدة أنت بتحبني؟ جواب السؤال ده مكتوب على جبيني يا أميرة. خلاص صفرني مصر أنا وزبيدة. مصر؟ يعني إيه؟ يعني روح أقضي شهور حملي في سراي البرنس يلمص، ويشرف علي أكبر حكيم نسا في مصر نجيب باشا محفوظ، واللي في السرايا كلهم يخدموني. ولو أنت يعني مش هتقدر تسيب البلد مدة طويلة تبقى تجيلي كل أسبوع أو كل أسبوعين حسب ظروفك. ما أقدرش. ما تقدرش ليه؟ اشمعنى يعني قدرت مراتك الأولانية جازية تقعد شهور الحمل كلها في مصر ولغاية لما ولدت؟ جازية غيرك. غيري في إيه؟ على راسها ريشة ولا تاج محدش شايفه؟ تاج والريشة على راسك أنت يا أميرة، يعني ما أقدرش أبعد عنك. علشان بتحبني مش كده؟ واللي بيحب إنسان مش بيحاول دايما انه يساعده